السياسية اليوم ليست متوفرة بالسلطة الموجودة حاليا، وخاصة السيد حسين العدل والمجلس التأسيسي الذي لم يبعد المرسوم على الأصل عدد 22 من القانون المنظم للسلطة العمومية. لهذا نحن نطالب باستقلال القضاء، واستقلال القضاء ليس هو مطلب للقضاة فقط وإنما هو للشعب بكامله. فالمواطن الذي يستطيع أن يجد أمامه لما يلتجئ إلى القضاء يجد قضاء نزيها عادلا، فإنه سيقوم بالتنمية وسيقوم بالعمل وسيقوم بالعلم. بدون قضاء مستقل لا ديمقراطية ولا أمن ولا عمل ولا تنمية. والمواطن إذا تواصل الوضع كما هو عليه بالنسبة للقضاء فإنه سيفقد حقوقه، وبالتالي لا يستطيع أن يقوم بالإنتاج أو يعمل على تطوير العلم والإنتاج سواء في الفلاحة أو في الصناعة أو في التجارة، وبالتالي سيذهب المجتمع إلى المجتمع الفاقد لوسائل للإنتاج، وبالتالي سيفقد حريته. من لا يستطيع أن ينتج فهو يفقد حريته. إذن القضاء المستقل هو ضامن لحياة الإنسان ولحريته ولأكله. الشعب يريد قضاء.